مشاهدينا الكرام نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. إشادة متواصلة بدعم المغرب لجهود القطاع الصحي بالقدس المحتلة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم عني تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف لمستشفيات المدينة. الفاعلون الاقتصاديون يستأنفون أنشطة مقاولاتهم بعد توقف فرضته ظروف الجائحة، إجراءات وتدابير احترازية ووقائية لضمان سلامة الجميع. تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة الأخيرة، 37 منها بجهة الدار البيضاء ستات. ومكناس شموخ يتحدى الزمن ومعالم تنتظر في شوق زوارها لتكتب صفحة جديدة من تاريخ حافل. أهلا بكم. نستهل النشرة ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى رئيسة جورجيا السيدة سالوميه زورابيشفيلي، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك توصلت جلالة الملك حفظه الله ببرقيتي تهنئة من رئيس جمهورية طاجكستان السيد إمام علي رحمن ورئيس جمهورية تشاد السيد إدريس ديبي إتنو. أشدت الأطقم الطبية والصحية بمدينة القدس الشريف بجلالة الملك رئيس لجنة القدس في دعم جهود القطاع الصحي بالمدينة المحتلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. عبد الحفيظ هوري والتفاصيل. مكرمة جديدة من مكرمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للشعب الفلسطيني، تجلت في دعم العديد من المستشفيات بأدوات وقائية وكمامات وألبسة طبية ومواد التعقيم ومستلزمات خاصة بأقسام الطوارئ والعزل الصحي. يعجز اللسان عن شكر المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على طول الدعم المنقطع النظير لسنوات طويلة. أما الآن في عز الأزمة وأزمة عالمية أن يأتي المغرب، أن يأتي وكالة بيت مال القدس الشريف لدعمنا هي مؤشر مهم. نحن معكم طول الوقت، ليس فقط في أوقات الخير ولكن أيضا في أوقات اللي العالم مش قادر يتوصل كمامة لأهلها ولشعبها، تيجي وكالة بيت المال القدس الشريف عم بعطوا الدعم الكامل. يعني التأثير النفسي والتأثير العملي لذلك الدعم كبير جدا. نحن من بيت المقدس ومن مستشفى المقاصد، وفي ظل هذا الظرف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، نشكركم جزيل الشكر من أعماق قلوبنا على هذه المكرمة الملكية، وجزاكم الله خيرا عن فلسطين وعن شعب فلسطين. بدي أنتهي هذه الفرصة حتى أشكر جلالة الملك والشعب المغربي على الدعم، لأنه هاي أول مؤسسة عربية بتمدلنا يد العون وكالة بيت المال، اللي عودتنا دائما في الأزمات وغير الأزمات أن تكون واقفة مع مؤسسات الصحية ودعمها في القدس في عدة مشاريع مولتها وكالة بيت المال لمستشفى مار يوسف في السنوات الماضية، وهذا مش إشي غريب على جلالة الملك والشعب المغربي. تأتي هذه المساعدات في سياق دعم جهود القطاع الصحي بالقدس ولرفع جاهزية المستشفيات وتعزيز قدرتها على مواجهة جائحة كوفيد 19. اليوم استأنف الفاعلون الاقتصاديون أنشطة مقاولاتهم بعد توقف أملته ظروف الجائحة، استئناف تدريجي ترافقه إجراءات احترازية ووقائية لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين والمتعاملين. من برشيد ريبورتاج قيس محسن فتح أمغار وعشر بن مسعود. حالة الطوارئ الصحية لا تعني أبدا توقف عجلة الاقتصاد، معادلة فطنت إليها المقاولات الخاصة فاستأنفت بذلك عملها تدريجيا وفق إجراءات احترازية ووقائية تراعي مبادئ السلامة الصحية. في هذه الظرفية الصعبة ومن أجل الاستمرار في الإنتاج، قامت الشركة باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية من أجل العمال والزبناء، حيث يتم تعقيم حافلات النقل، تعقيم العمال عند الدخول، قياس درجة الحرارة،
تعقيم الأيدي، توفير الكمامات والواقيات. استمرارية الإنتاجية هدف سطرته هذه الوحدة الصناعية في ظل ظرفية صحية استثنائية، وانخرطت بذلك في مجهود وطني يروم إنقاذ النسيج الاقتصادي. في إطار احترام المعايير الصحية، قامت الشركة بمجموعة من الإجراءات من أجل حماية العمال من الوباء. احنا كنا شغالين ب 25%، دابا من نرى العيد إن شاء الله تدريجيا غادي نرفعوا النسبة إلى 50% إن شاء الله، من أجل الرفع من الإنتاجية وكذلك مواكبة السوق والحاجيات المستهلكين من هذه المادة الأساسية. استئناف النشاط الاقتصادي داخل هذه الوحدة ومثيلاتها أمر أساسي لإنقاذ آلاف المقاولات والحفاظ على فرص الشغل، استئناف يبقى رهينا بتقيد المشغلين والعاملين بتدابير الصحية الأساسية. والعودة التدريجية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لتمارس نشاطها تستلزم التقيد بمجموعة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، كما نتابع مع مجد حلاوي. الوقاية خير من ألف علاج، هذا هو الشعار الذي ستتبناه كل المقاولات المغربية التي شرعت في استئناف نشاطها. سيكون نجاحا باهرا إذا ما تم التوفيق بين الإنتاج وتحقيق السلامة الصحية للعاملين، فسلامة العمال تبقى أولى الأولويات. الحمد لله دوزنا المرحلة الأولانية اللي فحلقت لكم شهرين، ما وقعت شي حالة، لأن مسألة سهلة. هو الإنسان خصو يحافظ على النظافة ولا ديستونس بينه وبين الخدام، بحال اللي كتشوفوا حاليا مثلا في لي ماشين، عندنا بعد المسافات ما بين كل خدام أنتم ما تشوفوه كاين جوج المترو، جوج المترو على كل واحد موراه الصديق ديالو جوج المترو، واللي في الجنب ديالو كذلك جوج المترو. كذلك كل طبلة، كل ماشينة خدامة معها التعقيم ديالها، قريعة ديال التعقيم لكل شخص، لأن ما يمكنش تعمل قرعة يحادوها الناس بزاف، إذا ما كنعرفوش ممكن تأدى واحد آخر. في المرحلة الجديدة لا إغفال للتفاصيل مهما كانت دقيقة، كل صغيرة وكبيرة في مجال السلامة الصحية إلا ويتم التنبه إليها واتخاذ كل الإجراءات الصحية بخصوصها. بعد المحدد من العمال خدينا بعين الاعتبار فيه السن ديال العمال ديالنا، وخدينا كذلك الحالة الصحية ديالهم. بطبيعة الحال فتبقى السلامة ديال العمالنا هي أولوياتنا، لذلك اتخذنا مجموعة من التدابير الوقائية باش نحافظوا على مستخدمينا. عدة تدابير مطبقة لتلك المعتمدة على مستوى الوطني والدولي، ونذكر منها تعقيم جميع الفضاءات وأماكن العمل، تركيب معدات توزيع مواد التعقيم في مختلف النقاط الهامة، عرض صور وملصقات للتوجيهات والإجراءات الوقائية، تكوين وتحسيس العمال على مجمل الإجراءات الوقائية المتخذة، ونذكر كذلك تدابير المراقبة عند الدخول. كوفيد عدو عنيد، لكن ولله الحمد مسار رائع تنهجه بلادنا للقضاء عليه منذ ظهوره. المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الأهبة واليقظة، وما النصر ببعيد. وينضم إلينا من الدار البيضاء الخبير الاقتصادي السيد المهدي فقير. مساء الخير سي فقير. مساء الخير سيدي. نبدأ معكم بسؤال مهم بزاف سي فقير اللي بطرح اليوم، شنو هي الشروط ديال نجاح عملية استئناف النشاط الاقتصادي؟ الأكيد أن الشرط الأساسي يبقى هو اتباع المحاذير الصحية، وبالتالي وجب على جميع المقاولات وجميع الفاعلين الاقتصاديين بطبيعة الحال التقيد بإجراءات السلامة الصحية وأخذها بعين الاعتبار، وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وكذلك مقتضى الحال، بمعنى أن كل شركة تتوفر على مجموعة من الخواص التقنية تمكنها بطبيعة الحال من التعامل حسب ما يقتضيه الحال مع يعني بطبيعة الحال زبائنها من جهة، وكذلك وهذا هو الأهم مستخدميها من جهة أخرى، وبالتالي وجب القيام بضبط لإجراءات السلامة الصحية لدى في فضاءات العمل، وكذلك من خلال إجراءات التعامل مع الزبناء، وكذلك أخذ المحاذير ويعني توعية المستخدمين بأهمية الوقاية.
طيب سي فقير، اذا كما تبعنا في الروبورتاجات وكما جاء في الكلمه ديالكم، استئناف النشاط الاقتصادي مرتبط بالتقيد واحترام التدابير الصحيه اللي مديوره باش نواجهوا هذا الفيروس. نسولك سي فقير، كيف يمكن يعني يساهم الوعي الجماعي ديالنا كاملين في تسريع التعافي ديال الاقتصاد الوطني، خاصه اننا كنعرفوا ان هذه الازمه الصحيه غادي يكون عندها تاثير على الاقتصاد ديالنا بحال كل الدول. كتسمعني سي فقير؟ اذا قلت انه كيف ما جاء في الروبورتاج، استئناف النشاط الاقتصادي مرتبط بالتقيد وباحترام كل التدابير الصحيه اللي مديوره باش نواجهوا الفيروس، ونسولك يعني الوعي الجماعي كيف يمكن له يساهم في تسريع التعافي. اذا نعتذر عن هذا العطب التقني ونمر إلى موضوع الوحدات الصناعية الكثيرة التي غيرت نشاطها في فترة الجائحة لتعمل على إنتاج الكمامات الواقية، وبعد تحقيق الاكتفاء وطنيا اهتمامها انصب على التصدير كما نتابع في ريبورتاج عبد الحميد جبران، سفيان إبراهيمي ويوسف مزياني. نحن بأحد مصانع النسيج بالدار البيضاء، مصنع انخرط على غرار عشرات الوحدات الصناعية وطنيا في إنتاج الكمامات الواقية منذ شهر مارس المنصرم، وبالتالي المساهمة في سد الخصاص من هذه المادة الحيوية التي باتت اليوم ضرورية في حربنا ضد الوباء، في احترام طبعا لشروط الحماية الصحية للعاملين. بفضل شروط الصحة والسلامة اللي وضعتها الشركة بالتنسيق مع طبيبة الشغل والسلطات المحلية اللي استطعنا بها نتجاوزوا الخوف والهلع من هذا الوباء، وتكاتف الجهود من أجل صنع الكمامات الوقائية التي أصبحت اليوم عمل وطني في البلاد. المصنع ينتج 50,000 كمامة يوميا، ويطمح لمضاعفة إنتاجه خلال الأيام المقبلة، بل ويضع ضمن مخططاته المستقبلية تصديرها نحو الأسواق الخارجية ولا سيما الأوروبية منها، وذلك بعد استيفائه لمعايير المعهد الوطني للتقييس. قامت الشركة في هذه الفترة بصناعة ما يناهز 2 مليون ديال الكمامات في المصانع ديالنا التابعة للشركة ديالنا. كميات الكمامات المصنوعة ديالنا ممكن لها تسوق في جميع الدول، حيث أنها عندها معايير دولية كوساسوا أفنور ولا إيمانور. خلال عمليات الإنتاج اللي كتشمل التقطيع والجمع والتلفيف، كيخضع المنتوج عملية مراقبة صارمة باش نضمنوا جودة قادرة أنها تدور في السوق الوطنية وكذلك السوق الدولية. عملية تصدير الكمامات تبقى رهينة بالضوء الأخضر من لدن الحكومة، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل وضمان مخزون مريح منها. الآن كنصنعوا ما يكفينا، وهناك طلب للتصدير. احنا غادي نديروا المخزون ديالنا لمواجهة ما بعد الحجر الصحي قبل أن نسمح لهذه المؤسسات بالتصدير. ومن المرتقب أن يتزايد الطلب أكثر على الكمامات الواقية في المغرب كما باقي دول العالم، مع الشروع في الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي يعيش العالم على وقعه منذ شهرين. إذن أعود إليك السيد المهدي فقير الخبير الاقتصادي، وكنت أسألك يعني كيف يمكن يساهم الوعي الجماعي ديالنا كاملين في تسريع التعافي ديال الاقتصاد الوطني، خاصة وأننا كنعرفوا يعني أن الأزمة الصحية غادي يكون عندها تأثير يعني بحال جميع الدول. الأكيد أستاذي الكريم أن نطلب اليوم هو وعي الجماعي بضرورة أخذ بعين الاعتبار المحاذير الصحية، خصوصا ما تعلق منها بالمحاذير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وكذلك السلامة في أماكن العمل، لأن من شأن ذلك تحصين الإقلاع الجديد لاقتصادنا. نحن محتاجين أكثر من أي وقت مضى إلى أن لا نقع في أي عثرة جديدة، وبالتالي من أجل مساعدة السلطات ومساعدة الاقتصاد من أجل التعافي يجب أن لا تتحول مناطق العمل أو أماكن العمل إلى بؤر وبائية كما نرى معك للأسف بين الحين والآخر. وبالتالي وجب أخذ بعين الاعتبار هذه المحاذير الصحية أول، وكذلك وهذا هو الأهم انخراط وتكاتف جماعي من الأجراء من المشغلين من الدولة عن طريق مؤسساتها وأجهزتها الإدارية من أجل استدراك ما فاتنا على الصعيد الاقتصادي، وكذلك الانخراط في العمل الجاد، لأن الدخول هذه السنة هو بعد رفع الحجر الصحي، فليست هناك يعني فترة عطلة صيفية، لأننا نحتاج إلى العمل والعمل الكثير من أجل استدراك ما فاتنا. إذن الخبير الاقتصادي سيد المهدي فقير، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء.
نموذج للتدابير المرافقة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية نتابعه من الرباط مع قطاع سيارات الأجرة وروبورتاج لرضا عماو عبد الفتاح زوين. مهنيو سيارة الأجرة بالرباط كانوا على موعد مع عملية الفحص المخبري للكشف عن فيروس كوفيد-19، عملية جاءت قبل استئناف القطاع لأنشطته الاقتصادية حفاظا على سلامة السائقين والمواطنين وعودته في أحسن الظروف. بهذه المبادرة هذه جينا باش نقوموا بالتحاليل ديال كوفيد-19، وهو في هذه البادرة تنحميو نفسنا نحميو المواطنين اللي هما غادي نقوموا بالنقل ديالهم في ارجاء الرباط. هما حنايا في صدد جينا لهذا المركز باش نديروا التحليلة باش نبداو الخدمة من بعد، اللي غادا تجي الخدمة من بعد غتكون تدريجية. أكثر من 3000 تحليل مخبري همت مهني قطاع سيارة الأجرة بالرباط في عملية عرفت تعبئة للسلطات العمومية إضافة إلى الأطر الصحية. تقوم مندوبية الرباط مجموعة من الكشوفات والفحوصات السريعة المخبرية لصالح سائقي الأجرة، وذلك العملية تستمر لمدة يومين حتى نتمم كافة سائقين لصالح مدينة الرباط. عملية الكشف المخبري لمهني سيارات الأجرة تندرج ضمن مسلسل التدابير والإجراءات الاحترازية للحد دون انتشار وباء كورونا وعودة سيارات الأجرة إلى الجولان بشكل تدريجي بعد توقف دام لعدة أسابيع جراء الجائحة. وفي جديد الحالة الوبائية ببلادنا، 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة سجلتها وزارة الصحة خلال 24 ساعة المنصرمة. استمرار تحسن المؤشرات المتعلقة بخطورة المرض نتابعه كل ذلك هذه مع ياسر العمراني ونور الدين صابر في هذا الربورتاج. شهدت الحالة الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مؤكدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7577 حالة. أصبحنا نلاحظ إصابات بنسبة مئوية أقل لدى الفئات العمرية لأكثر من 65 سنة، بحيث أن هذه الفئة لا تمثل إلا 4.3% من بين مجموع الحالات النشطة. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات المصابة، فقد تم تسجيل 37 حالة بجهة الدار البيضاء سطات وخمس حالات بجهة مراكش آسفي، إلى جانب ثلاث حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في حين ظلت 9 جهات بالمملكة خالية من الحالات الجديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. هذه الفترة سجلت 107 حالات شفاء. استمرار تحسن المؤشرات المتعلقة بخطورة المرض، ولنقول حتى بالنسبة للوفيات، بحيث إن نسبة الإماتة تظل مستقرة. تحسن في بعض الجهات بحيث إنها لم تسجل حالات منذ أيام. وخلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب 202 حالة وفاة مقابل 4881 حالة تعافي. وينضم إلينا من فاس الأستاذ الجامعي في علم الأوبئة السريري بكلية الطب والصيدلة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، سيد محمد أمين برحو، مساء الخير. مساء الخير سيد محمد رضا، مساء الخير المشاهدين الكرام، وعيد مبارك سعيد. مبارك سعيد عليك أيضا سيد برحو. نبدأ شوية بلغة الأرقام. وزارة الصحة تكلمت على انخفاض طفيف في المؤشر ديال انتشار فيروس كورونا في بلادنا اللي أصبح كيساوي 0.76. شنو الأهمية ديال هذا المؤشر؟
هذا المؤشر من المؤشرات المهمة لتتبع ديال الحالة الوبائية، ولكن اللي نبغي نشير ليه هو أنه ماشي المؤشر الوحيد، هنا يجب قراءته من خلال المعطيات الأخرى ديال الوضعية الوبائية. هو مؤشر مهم كيعطينا فكرة على السرعة ديال الانتشار ديال المرض، لأنه هو كما كتعرفوا هذا المؤشر هذا هي في المعدل شحال الشخص قادر يعدم شخص آخر. ملي كيهبط على واحد كيولي ما بقيناش في الحاله الوبائيه ديال الانتشار السريع ديال المرض ولا الانحصار ديال المرض، ولكن كنأكد بان هذا المؤشر يجب قراءته من خلال الوضعيه الوبائيه والمؤشرات الاخرى. وغنسق مثالين لهذه المساله هذه. مثلا البؤر، مهم ان ناخذ بعين الاعتبار النوعيه ديال الحالات اللي كتسجل، واش كتسجل في بؤر والنوعيه ديال ديك البؤر. إلا كانت البؤر واش منغلقة يعني محدودة ديال الحالات منحصرة في ديك البؤر ولا منفتحة على المجتمع، إذا بوحده ما كافيش أنه يأشر على الحالة الوبائية، يجب قراءته مع المؤشرات الأخرى. حاجة واحدة أخرى هو التباين الجغرافي اللي كاين في المغرب. حاليا كندويو على المؤشر الوطني اللي هو 0.76 تقريبا. اللي أهم هو أن هذا المؤشر بداية من 10 ماي كاين انخفاض تدريجي، هو بطيء ولكن الحمد لله في نفس المنحة، غير هو أنا الأجدى أننا نقراوه منطقة بمنطقة، لأن عندنا تباين كبير في توزيع ديال الحالة الوبائية في المغرب. كاين مناطق اللي تقريبا مابقاش فيها حالة نشطة، وبالمقابل كاين مناطق بحال الدار البيضاء اللي مازال فيها بؤر، كتسجل بؤر وفيها حالات نشطة كثيرة. إذا المؤشر الوطني هو بحال المعدل ديال هذه المؤشرات، من الأحسن أنك نقراو المؤشر بكل منطقة أو كل مدينة. طيب سي برحو، تحدثتوا على المؤشرات، يعني كاين رقم اخر اللي هو مهم، كان تحدثتوا على نسبه الاماته اللي استقرت في 2.7، وبالمقابل كاين النسبه ديال الشفاء اللي وصلت ل 63.4. شنو قراءتكم لهذا التحسن اللي كنسجلوه؟ هاد المؤشرات كلها ممكن نضيف لها مؤشرات اخرى ايجابيه حتى هي. كاين الانحصار ديال الوباء جغرافيا وقطاعيا، عندنا مناطق اللي الحمد لله تم التحكم والسيطره على الوباء، عندنا بالمقابل أماكن اللي مازال فيها بضع حالات نشطة، وعندنا مثلا بعض المناطق اللي مازال فيها حالات نشطة بشكل أكبر. وكذلك قطاعيا ولا عندنا الحالات متركزة أكثر، كنشوفوا بؤر في مهنية. هذا مؤشر حتى هو إيجابي لأن منحصر الوباء عندنا جغرافيا وقطاعيا. شرتي المعدل ديال الفتك اللي انخفض، شرنا ديجا المعدل ديال التضاعف حتى هو اللي انخفض، ولكن كاين مؤشرات واحده اخرى اللي مهمه. معدل ديال التشافي اللي ارتفع بما يمثل حاليا ثلثين ديال الحالات المسجله الحمد لله هي تعتبر حالات شفاء. بالمقابل الحالات النشطه في انخفاض مستمر، هذا مؤشر ايجابي، ما بقاش كتمثل الا الثلث من الحالات اللي مسجله حاليا. ونضيف لها ان الاغلبيه ديال الحالات الحمد لله اللي ولات كتسجل هي حالات حامده، وكان شخصها في وقت مبكر عند المخالطين قبل ما تبان الاعراض. هذا الشيء شنو القراءه ديالو؟ الفاعليه ديال هذا الحجر الصحي اللي دار المغرب بشكل استباقي ومبكر الحمد لله عطى الاكل ديالو، وهذه انجازات يجب تثمينها ان شاء الله الرحمن الرحيم. الفعاليه ديال النظام ديال الرصد وديال التتبع اللي خولنا ان نشخصوا الحالات مبكرا والتكفل بها بشكل مبكر. وكذلك ما نغفلوش ان المغرب من الدول الاولى اللي دارت بروتوكول علاجي لهذه الحالات والتكفل ديالها بشكل استباقي. كاين احتمالات وفرضيات اللي ما يمكنش نجزموا فيها، والايام والبحث العلمي هو اللي غادي يبين. ربما كاين احتمال ديال ان هناك طفره للفيروس اللي عندنا حاليا في المغرب، ولكن ما يمكنناش ناكدوا هذه المساله الا بحوث على الجينوم ديال على الماده الوراثيه ديال هذا الفيروس هذا، الا غتبينا واش وقع الطفره ولا لا. تكلمتي وسي برحو على البؤر المهنيه، اليوم استأنفنا النشاط الاقتصادي ديالنا، كيف يمكن يعني يساهم الرفع من التحاليل المخبريه في مواكبه هذه العمليه ويعني بالتالي ننجحوها؟ الرفع من 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 الامكانيات ديال الرصد ديال تتبع ما فيها التحاليل المخبريه ما هو الا جزء من برنامج متكامل. وهذا البرنامج تم الاعداد ديالو مسبقا بشكل استباقي بالقطاعات كلها والفاعلين كلهم، اللي فيه اجراءات خاصه بكل قطاع اللي فيها اجراءات ديال التباعد الاجتماعي، اجراءات ديال النظافه، اجراءات الحاجزيه لمنع تنقل المرض. تم الصياغه ديالها بشكل موائم لكل القطاع. وبالجانب ديال هذه المساله هناك نظام ديال الرصد والتتبع ديال الحالات من خلال كما شرتي الرفع ديال العدد ديال التحاليل اللي كان يجهز المغرب. ونضيف معطى واحد اخر، هي ان هناك مؤشرات اللي كنتبعوها باش كنديروا تقييم للحاله
لا قدر الله ما يبانوش حالات كثار، ولا واش هاد الاجراءات اللي درنا فعاله ولا ماشي فعاله، ولا قدر الله الا بانت شي حاله يكون رد فعل سريع وتحكم في الانتشار ديال الوباء. إذن الأستاذ الجامعي في علم الأوبئة السريري بكلية الطب والصيدلة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السيد محمد بن أمين برحوه، شكرا على حضورك معنا. المنظومة الصحية الوطنية تتعزز من خلال مختبر متنقل سيعمل على زيادة عدد اختبارات الفحص الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مختبر حتى الرحال بإفران، والروبورتاج لمحمد الوهبي وأحمد فاضلي. بعد مدينة صفرو المحطة الثانية مدينة إفران، حيث ارتكنت وحدة متنقلة للتحاليل المخبرية للكشف وقراءة التحليل، مبادرة تستهدف التقرب من المستفيدين من خلال مختبر معداته متطورة وبتقنية تشخيص متقدمة. هذا المختبر فيه تشبه المختبر قار، يعني فيه جميع الآلات وفيه التقنيات بحال راك انت في مختبر قار. والجميل في الأمر في هذا المختبر وأننا حاولنا نهيئ واحد تقنية على القياس ديال المختبر اللي ما تحتاجش الإكستراكسيون ديال العيغين. تقنية الكشف التي تعتمدها الوحدة المتنقلة معدلة استفاد من خدماتها الوحدات الإنتاجية وسائق السيارات الأجرة والمشتغلون في قطاع التجارة والذين لهم احتكاك بالمواطنين. احنا كسائقين مهنيين مجبرين باش نديروا هذه التحليلة هذه باش نتأكدوا بأن ما فينا حتى شي وباء وما فينا حتى شي مرض، بحيث عندنا علاقة واطدة مع الساكنة كنقل عمومي في المدينة. كنشكروا الأطباء اللي تنقلوا عندنا الضيعة ديالنا الفلاحية وداروا لنا التحاليل باش نعرفوا تحنا راسنا واش مصابين ولا ما مصابينش، حيت كنتنقلوا وكنمشيو عند وليداتنا وكنتعاملوا مع بزاف د الناس وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا الوباء. هاد التحليلات هادو كيتخادوا مباشره من بعد الاخذ العينات، وكتعطى لهاد الناس اللي كيتواجدوا في المختبر المتنقل وكدار التحليله واللي كتهضر النتيجه مباشره من بعد واحد ساعتين ولا ثلاثه ديال السوايع. الان لم تسجل اي حاله، والعمليه الحمد لله ديال هاد التحليلات المخبريه اللي كدار دابا كتمر الحمد لله في امور جد سهله. 300 تحليلة تكشفها الوحدة المتنقلة بطاقة من زارة حتى الضيعة الفلاحية وبعض المناطق الموجود فيها تجمعات لزيادة عدد اختبارات الفحص والحصول على نتائج مبكرة. في تطوان ومنذ ما يزيد عن 3 أسابيع لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن عمل الأطقم الصحية المدنية والعسكرية متواصل عبر إجراء التحاليل والفحوصات ومتابعة المتعافين. فن الشاكر العلوي وعبد علي بنوني. بمستشفى ثانية ترمل بتطوان وبنفس الحماس تواصل مختلف الأطر الطبية والتمريضية المدنية والعسكرية عملها خلال فترة العيد في ظل وضعية وبائية مستقرة بعد خلو المستشفى من مرضى كوفيد-19 وخروج آخر مصاب معافى وعدم تسجيل حالات إصابة جديدة منذ أكثر من 3 أسابيع. هذا لا يعني بأن احنا كملنا، راه مازال العمل متواصل، وكاين فرق كتخرج يعني كتخرج المصانع الاماكن اللي فيها تجمعات وكتعمل تشخيص باش ان شاء الله نبقى تطوان يعني تطوان مدينه يعني وبائيا مستقره وما كاين حتى شي حاله ونكونوا مطمئنين جميع. مع خلو مستشفى ثانية ترمل من مرضى كوفيد-19 يتواصل عمل الأطر الطبية والتمريضية المدنية والعسكرية الذين يبشرون عملية الكشف على أكبر عدد من المواطنين داخل المستشفى وبعدد من الوحدات الصناعية والقطاعات المهنية، عمل تعززه أيضا مواكبة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي لمن تعافوا وغادروا المستشفى. وصلت مدينة تطوان إلى 0 حالة، وهذا الشيء ما كيعنيش بأن انتصرنا ضد الوباء، لأننا احنا دائما في حالة يقظة مستمرة، والعمل ديال الأطباء هو يبقوا على أهبة لعلاج الحالات المحتملة. الوضعية الوبائية المستقرة بتطوان إذن لا يتوقف معها عمل أطر الصحة بمختلف تخصصاتهم، ويبقى على المواطنين الالتزام بإجراءات الحجر الصحي ضمانا لسلامتهم حتى يسلم الجميع من هذه الجائحة. ورغم الحالة الوبائية وظروف الحجر الصحي، استمر قطاع الفلاحة والصيد البحري في تموين الأسواق بمختلف المنتوجات بأسعار معقولة ومستقرة. معطيات أخرى بهذا الخصوص قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام مجلس المستشارين. رشيد يكن. هذوك الثلاثة
السيد عزيز خنوش أوضح أن الفاعلين في قطاع الفلاحة بمختلف فئاتهم قد بذلوا مجهودات كبرى منذ سنة 2008 سنة إطلاق مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن هذه المجهودات قد مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع كافة المتغيرات. وأضاف أن هذه المرحلة من تاريخ المملكة شكلت أكبر امتحان عرفه القطاع الفلاحي الوطني منذ عقود، مشيرا إلى أن القطاع كان في مواجهة أزمتين كبيرتين، أولاهما مرتبطة الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وتنهما تعرض الفلاحة المغربية لتغيرات مناخية تمخض عنها توالي 3 سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات. ولكن رغم كل هذه التحديات تمكن القطاع الفلاحي بفضل عمل وتضحيات رجاله ونسائه من تمويل الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية المصنعة، في دليل على الاحترافية العالية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية. وبخصوص أهم المؤشرات المتعلقة بالموسم الفلاحي، أكد الوزير أن الموسم اتسم بظروف مناخية غير ملائمة، حيث أن تساقطات المطرية لم تكن موزعة بشكل منتظم، وأثرت بشكل مباشر من جهة على المحصول الزراعي خصوصا الحبوب، مبرزا أن تقديرات الإنتاج تشير إلى 30 مليون قنطار، ومن جهة ثانية أثرت أيضا على مخزون السدود الفلاحية، تم توقيف عملية الري في انتظار تحسين مخزونها بكل من دوائر سوس ماسا ونفيس، مشيرا إلى أن هناك وضعية مائية ذات خصاص حاد بالنسبة لدوائر دكالة والحوز باستثناء النفيس، ومتوسطة بكل من دوائر تادلة ملوية وارززات والتافيلات، ووضعية مائية جيدة بالنسبة للغرب واللوكوس. كما ذكر السيد أخنوش بهذه المناسبة بالبرنامج الموجه لدعم الكسابين، حيث انطلقت أولى البرامج قبل مارس الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم مواكبة الفلاحين في هذا الميدان من خلال برنامج آخر للدعم سينطلق في يونيو المقبل. والبرنامج شنو هو؟ هو انه يكون الدعم، وغادي يكون ان شاء الله غادي ندعموا كذلك الصهاريج ديال 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 الماء، غادي نعطيو كذلك الدعم ديال العلف، العلف ديال الابقار، وغادي يكون الدعم ديال الشعير المدعم بجوج دراهم موجود يعني لي كونتيتي اللي كاينين، كيجيو الناس كاين اللائحه كيمشي ياخذ كيخلص جوج دراهم ديالو. السيد عزيز خنوش نوه بالتزام كل الفلاحين والفاعلين في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتجندهم المسؤول خلال هذه الأزمة لتوفير المنتوجات الغذائية اللازمة وتزويد الأسواق بكل ما يرغب به المستهلك المغربي، سواء خلال أزمة كورونا أو شهر رمضان. وتتواصل المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية. نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء الكبرى ساهمت بمبلغ 1,200,000 درهم، فيما ساهمت غرفة الصناعة التقليدية بن ملا الخنفرة بمبلغ 500,000 درهم في الصندوق. وللمساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا نذكر برقم الحساب البنكي الذي تم إحداثه لتلقي التبرعات الظاهر على الشاشة. كما نذكر بالرقم الهاتفي 1919، وكل رسالة SMS نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 دراهم. وضمن شاشة تفاعلية تطلعنا حسناء بن جبيع على مجموعة من الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره. مساء الخير. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم اليوم استئناف بث الحصص عبر قنوات الثقافية والعيون والرياضية والأمازيغية، وأنهت الوزارة إلى علم جميع التلاميذ والطلبة أن استئناف الدراسة عن بعد يأتي استكمالا للمحطات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي والتي تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين. أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ما يقارب 6,000 معتقل استفادوا من عمليات المحاكمات عن بعد في حرص تام على صحتهم وسلامتهم وكذا صحة وسلامة كل المهنيين. وأشار المجلس إلى أنه تم الإفراج لأسباب مختلفة عن عدد مهم من المعتقلين المستفيدين من عملية المحاكمات عن بعد، فمحاكم المملكة عقدت خلال هذه الفترة أزيد من 300 جلسة عن بعد بمعدل 67 جلسة يوميا أدرجت خلالها أزيد من 5,000 قضية.
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في 75 مؤسسة سجنية من أصل 76 مؤسسة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين. وأوضحت المندوبية أنه تم الإعلان عن خلو السجن المحلي بورزازات من الفيروس، وذلك بعد تماثل جميع السجناء والموظفين فينا للشفاء التام. وبخصوص السجن المحلي لطنجة، فقد تماثل 39 سجينا من أصل 66 حالة إصابة للشفاء، في حين لا يزال 23 منهم يتلقون العلاج. مجموعة العمران أعلنت اليوم أنها بصدد وضع الصيغة الرقمية لخدمات مكتب الضبط بغرض تسهيل التواصل مع مختلف الشركاء والزبناء، خاصة خلال مرحلة الجائحة، وبإمكان المواطنين والمقاولات والإدارات وضع مراسلاتهم عبر بوابة مكتب الضبط الرقمي على العنوان الإلكتروني الظاهر على شاشتكم. عبر عدد من دول العالم تتواصل عملية رفع تدابير العزل بشكل تدريجي بعد تسجيل استقرار في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي أودى إلى اليوم بحياة أكثر من 349 ألف شخص. عبدها الكاراتي. أصاب وباء كوفيد-19 أكثر من 5,600,000 شخص في العالم وأودى بحياة ما لا يقل عن 349 ألف. وفي أوروبا تواصل عدة دول تخفيف إجراءات الحجر الصحي، حيث أعلنت إسبانيا أنها ستستأنف استقبال السياح الأجانب في الصيف وستعيد إطلاق بطولتها لكرة القدم في 8 من يونيو. كما صادقت الحكومة على مرسوم إعلان حداد وطني لمدة 10 أيام ابتداء من يوم الأربعاء ترحما على أرواح ضحايا كوفيد-19. وأعلنت إيطاليا فتح حدودها في 3 من يونيو، وقبل ذلك ستعيد فتح مواقع التاريخية والثقافية تدريجيا. وسمح في فرنسا باستئناف شعائر الدينية، لكن مع احترام التباعد الجسدي ووضع الكمامات والسماح لعدد محدود بالدخول إلى أماكن العبادة. كما أعلنت 5 دول أوروبية هي ألمانيا، النمسا، المجر، التشيك وسلوفاكيا أنها ستفتح الحدود الفاصلة بينها منتصف يونيو المقبل. وعلى العكس من ذلك أعلنت الولايات المتحدة وكندا أنهما اتفقتا على إبقاء الحدود مغلقة أمام التنقل غير الضروري حتى 21 من يونيو. ولمواجهة تداعيات كوفيد-19 اقتصاديا، ستعرض المفوضية الأوروبية الأربعاء خطة تصل إلى 1,000 مليار يورو من شأنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي تضرر كثيرا بكوفيد-19. شامخة تتحدى الزمن، تسائله عن غياب لم تعهد من قبل وهدوء يخيم على جنباتها، هي التي كانت حتى وقت قريب عنوانا للتاريخ وأحداثه وصناعه وعشاق تفاصيله. مآثر مكناس في حوار بلغة فك أسرارها. عبد الرحيم الشيخي، إبراهيم الغوتي، وإيمان محفوظي. مكناس الأصل والفصل، معمار يتكلم كما أتحف صاحب الإتحاف. من أثر إلى أثر يستقر خبر عمن كان بمكناسته. في صمت الحجر الصحي تخاطب المآثر ظلالها، تعيد التاريخ حيث كان، لكنها لا تفقد شيئا من فخامة تواجدها. في إطار الحجر الصحي، من بينها التدابير التي اتخذناها هو أنه أغلقناها في وجه النشاط السياحي، قللنا من عدد الموظفين ومن عدد الرواد، وبقي معناه الحد الأدنى من الحراس ومن عمال النظافة. مكناس، أين الطريق إلى السواني وباب منصور، متحف الخزف وأسوار الهديم، ثم المدينة العتيقة؟ مسارات تهدأ لمرحلة هي ضرورة. في ظل هذه الظروف، أي ظروف الحجر الصحي، فيمكن أن أقول أن هناك صفر سائح
بالنسبة للمواقع والمباني التاريخية في المدينة، في مدينة مكناس وفي إقليم مكناس. وبالتالي فهذا الذي يهمنا هو الحفاظ على سلامة المواطنين وخصوصا الموظفين العاملين في هذه المواقع. مآثر مكناس كتاب مفتوح عن تاريخ حقيقي تشعر به داخل كل معلمة، يحيا بنظرة متأملة صادقة. ومن عبق التاريخ إلى أريج الطبيعة، ندعوكم اللحظة إلى رحلة صوب منتزه تزكيت بإفران الذي صنف السنة الماضية ضمن شبكة المناطق الرطبة عالميا رامسار. زينة إتلامين، أحمد فاضلي ووفاء الدكالي. في منتزه وادي تزكيت بإفران تجري المياه في بطون الأودية عذبة رقراقة، تنسب بركا وتتفجر عيونا وتنهمر من على الشلال، تلتف أغصان الأشجار لترخي بظلالها شيئا، تتسلل خيوط الشمس خجلة تملأ المكان دفئا وضياءا. الطبيعة تزهو في موسم الربيع. كل ضمن شبكة المناطق الرطبة لرامسار خلال شهر ماي 2019. دونك هذا المنتزه هذا كيمتاز بالتوفر على شلال العضراء وشلال الوادي، وكذلك على أهم عين اللي هي عين فيتال اللي كتستقطب سنويا الآلاف المؤلفة من الزوار اللي كيجيو لهذه المدينة على أساس الاستجمام والراحة والأجواء النقية الطيبة. ليست ندف ثلج هو غبار الطلع ينفض رداءه لتعتاش عليه أسراب النحل، فلول الزوار في حجر صحي بسبب الوباء، لتترك للطبيعة زمنا تهنأ فيه بالسكينة وتدش بالحياة، جوقة طيور تعزف سمفونية الفرح. تغني الحمامة على فرع غصن الميادي، طبعا ليست حمامة المعري الذي تشابه عليه أمرها بين الغناء والبكاء. الكل هنا يحتفي بطبيعة زاهية في انتظار زوار يملؤون المكان دهشة وحبورا. الموقع كيضم يعني واحد العدد هائل ديال الحيوانات اللي كتفوق 200 حيوان، فيها فراشات، فيها يعني طيور، فيها ثدييات، فيها زواحف، فيها يعني حيوانات تعيش يعني في البر وبر مائيه وبريه، فكلها يعني تساهم في التنوع البيولوجي ديال الموقع، بالاضافه لانه كيضم واحد اكثر من 30 نوع نباتي. يمتد موقع وادي تزكيت من ترميلات إلى زاوية سيد عبد السلام على طول 20 كيلومترا وعلى علو 2000 متر، عاليته كسافلته ماء وخضرة وغنى إيكولوجي. إلى التذكير بالعناوين: إشادة متواصلة بدعم المغرب لجهود القطاع الصحي بالقدس المحتلة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم عيني تقدمه وكالة بيتما للقدس الشريف لمستشفيات المدينة. الفاعلون الاقتصاديون يستأنفون أنشطة مقاولتهم بعد توقف فرضته الظروف الجائحة، إجراءات وتدابير احترازية ووقائية لضمان سلامة الجميع. تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة الأخيرة، 37 منها بجئة الدار البيضاء ستات. ومكناش شموخ يتحدى الزمن، ومعالم تنتظر في شوق زوارها لتكتب صفحة جديدة من تاريخ حافل.
غدا نلقاكم بإذن الله.